السلام عليكم أحبابي، عدت هذه المرة لأتكلم عن موضوع زيادة الوزن، لأن تصلني كثير من الرسائل من النساء لديهم مشكل كبير عن زيادة الوزن ويعانون من نحافة كبيرة. لهذا سوف أتطرق اليوم عن موضوع مهم كبير مهم كثير لدى النساء، ولن أطيل عليكم فيه. ولكن قبل ما أتكلم في الموضوع، أريدكم فقط أن تعلموا بأن هذه القناة تضع فقط أشياء طبية وعلمية، لا شيء غيرها. ليس هناك أي شيء يضر بالصحة، فقط هناك أشياء أضعها وصفات طبيعية لزيادة الوزن. ولكن قبل ما أدخل في الموضوع، أتمنى أن تشتركوا في القناة وتضغطوا على زر الإعجاب وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد لدينا إن شاء الله. معكم إسماعيل باحث في التغذية. سوف أعطيكم وصفة غذائية في الفطور فقط، وتتكون من أشياء توجد في المنزل فقط، ولن تلجأ للخروج للبحث عنها. لهذا سوف أعطيكم هذه الوصفة، مهمة جدا. هذه الوصفة تتكون من ثلاث أشياء. أولها هي عند الاستيقاظ صباحا يجب أن تتناولي 10 حبات من الحلبة، والكل يعرف ما هي الحلبة. تناولي 10 حبات من الحلبة مع نصف كاس من الماء، تذكري هذا، 10 حبات من الحلبة مع نصف كاس من الماء. مباشرة تناولي ملعقة كبيرة من العسل، مباشرة بعد شرب الماء تناولي ملعقة كبيرة من العسل، وبعد نصف ساعة تناولي وجبة الفطور. وهذا هو المهم، وجبة الفطور يجب أن تكون مكونة من حساء الشوفان. تأخذين قليل من الشوفان وتضعينه على الماء ليغلي لمدة لا تتجاوز 10 دقائق، وأضيفي إليه قليل من زيت الزيتون. وأيضا قومي بقلي بيضتين أو سلقهما، هذا القرار يعود لك أنت، وكل فتاة ولديها الطريقة التي تأكل بها البيض. كلي بيضتين أو 3، هذا الخيار لك، مسلوقتين أو مقليتين مع هذه الوجبة مع كأس من الشاي في الفطور. هذه الوصفة مجربة والله على كثير من النساء، وأضافت لهم أزيد من 5 كيلوغرام في أقل من 20 يوما. أضافت 5 كيلوغرام في أقل من 20 يوما، ولكن بشرط واحد. هذا الشرط يتجلى في ألا تجعلي من الجسم ديالك يجوع في أي طيلة من اليوم. كيف؟ سوف أشرح لك. على حسب المثال، تناولتي وجبة، يجب أن تتناولي الوجبة الثانية في اليوم في أقل من 3 ساعات. مثلا تناولتي وجبة في 1 مساء، يجب أن تتناولي وجبة أخرى في 4 مساء. يجب ألا تجعلي الجسم يدخل في عملية الحرق، أنت تريدين الدهون. وإذا جعلت الجسم يدخل في عملية الحرق، فإنك لن تستفيدي من أي نظام قمت به سابقا. أظن أن الآن فهمت المقصود. لهذا أشرككم اليوم، إلى الحلقة المقبلة إن شاء الله، ولا تنسوا الاشتراك في القناة. وكل الوصفات التي أضع على هذه القناة وصفات طبية، تذكروا هذا جيدا، وصفات طبية، وأبحث فيها كثيرا. إلى اللقاء، إلى الموضوع الجاي إن شاء الله.